أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في غزة خلال 24 ساعة ماضية. يأتي ذلك فيما أعلنت حركة حماس قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بقذائف هاون، موضحة أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.